فريق بيراميدز حقق الفوز على فريق زد بهدف دون رد في المباراة اللي جمعتهم على استاد برج العرب، وده في إطار منافسات نهائي بطولة كأس مصر ليتوج الفريق السماوي بأول بطولة في تاريخه. رابطة الأندية المحترفة المصرية أعلنت عن فوز السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بجائزة أفضل مدرب في الدوري المصري الموسم ده. محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الوطني ولاعب نادي نيس الفرنسي أول مران له مع فريقه ده بعد انتهاء إجراءات انضمامه رسميا إلى النادي الذي ينافس في الدوري الفرنسي الممتاز. عبد الرحمن تايكوندو خسر من بطل جورجيا جورجي نيكولاس، وده المصنف السابع عالميا في إطار منافسات دور 16 لوزن 70 كيلوغرام بدورة 44 كيلو لتصنيف الألعاب البارالمبية بباريس، ده بعد مباراة ماراثونية انتهت بالتعادل 16-16، ده قبل أن يحرز الجورجي ركلة ذهبية بنقطتين في الجولة الإضافية. كريم عبد التواب لاعب منتخب ألعاب القوة تأهل لنهائي سباق 100 متر عدو في منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي بتقام بباريس الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل، وده بعد انسحاب لاعبين من البطولة. هناء علام لاعبة منتخب مصر في البوتشيا خسرت من بطلة قارة آسيا ومصنفة ثانية على العالم في إطار منافسات دورة الألعاب البارالمبية بفرنسا اللي بتقام في الفترة من 28 أغسطس الحالي وحتى 8 سبتمبر المقبل، وبكده بتنهي علام منافستها وبتخرج من البطولة. محمود نبوي لاعب منتخب البوتشيا خسر في منافسات تصفيات الفردي بنتيجة 9-5 بدورة الألعاب البارالمبية اللي بتقام بباريس. نادي أرسنال الإنجليزي أعلن تعاقده مع الحارس البرازيلي نيتو قادما من فريق بورنموث على سبيل الإعارة، وده خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي. نادي ميلان الإيطالي أعلن تعاقده مع المهاجم الإنجليزي تامي إبراهام قادما من فريق روما، وده قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفي الحالي.